سوا. لعبة شو؟ ماشي هينة، بنحط تليفوناتنا كلنا على الطاولة، وشو ما بيجي تليفونات مساجات يا صايعة بنشوفهم وبنسمعهم كلنا. يا صايعة يا صايعة يا صايعة. الأول اللعبة كانت مضحكة ولطيفة، بس بعد كده بدأت اللعبة تسود شوية شوية، وبدأ يبان أسرار كل واحد فيهم، وبدأت كمان الفضايح تتوالى. ايه ده؟ شو في؟ لا ما في هو ايه اللي برايم دخل اللعبة مش كده؟ ما تجبرني هم ياخدوا بالقوة. ملو معروف الأمور ما فيكم تشوفوها. الضفدع تبعك عم دق لك. بيقول لك خرا عليك. ايه؟ عيل بهبل ولا ايه؟ لا والله انت كنت وفرت عليا كتير قوي لو قلت لي انك جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا ومعكم فيديو جديد وترند جديد ومصيبة جديدة حطت على دماغ المجتمع المصري كله، كارثة جديدة وبلوة جديدة ومطينة بطين على المصريين. والنبي حلوة الأغنية، اللي ما بتمشيش في كواليس على يدي وشفتها بعناية ألا والسبحة في إيديها. دي حقيقة ودي شهادة أقولها قدام الناس كلها، لأن فعلا أنا شفتها على مستوى الشخصي، ما بتسيبش السبحة من إيديها، ومع ذلك كانت بتبقى ماشية معانا بالنص كم، ما فيش مشكلة، بس السبحة موجودة. يعني ما تعرفش بيضحكوا علينا ولا بيضحكوا على ربنا، ملناش دعوة، دي حاجة بينهم وبين ربنا. وما نسكتش عن المهزلة اللي بتحصل في السينما المصرية. ونزاكي اللي كانت او كنا دايما بنقول عليها دي الفراشة بأفلامها الجميلة، بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، بفيلم أبو علي، بأفلام كتير جدا، وكنا دايما بنحب منى زكي وبنقول إن منى زكي محترمة وجميلة. لكن بعد فيلم احكي يا شهرزاد تقوم الست بقى الجميلة منى زكي تعمل لك فيلم جديد ألا وهو مساء الخير. أنا منى زكي بعمل دور مريم في فيلم أصحاب ولا أعز، اتفرجوا علينا على نتفليكس. الفيلم ده قصته جميل، البرواز بتاعه جميل، مفيش فيه خلاف، والفيلم ده اصلا قصته مش مصريه، الفيلم القصه بتاعته مش مصريه، ده القصه بتاعته من لبنان، والمشهد مش عارف المصور باين من تونس ومش عارف ايه، وشويه هري في الكرشه. والفيلم ده اتعمل منه 17 نسخه بره مصر، في الدول اللي بره، الدول اللي احنا ما نعرفهاش ولا عاوزين نعرف عنها حاجه، اللي هي الاباحيات عندهم متاحه في اي مجال واي وقت. معلش انا عايزه هو اللي يجاوب، نمتوا مع بعض؟ ايه مريم انت بتقولي ايه؟ انت سامعه؟ واي شكل واي طعم، ملناش دعوه بهم، لكم دينكم ولي دين. يعني الافلام الاباحيه عندهم هناك في او الجنس او الكلام ده كله عندهم متاح، في الشارع، في البيت، في الغيط، في اي مكان براحتهم. هم بيقول لك هي حريه شخصيه، وطبعا هم مش مسلمين اصلا عشان تقعد تقول لهم قال الله قال الرسول. انا جوزك، انا ممكن ابقى مع راجل، انت ممكن تتخيلي انا ابقى مع راجل. مريم شفايفه شقلت، شفايفك. المهم مش موضوعنا. طب احنا الوقت لما بنقلد الغرب نقلدهم في التكنولوجيا والحاجات الحديثة والجميلة ونستفاد منهم، نفيد الشباب بتوعنا اللي انا منهم وانت منهم وانت منهم، ونفيد اطفالنا اللي هو ابن وابنك واولاد المسلمين جميعا، نفيدهم بحاجة كويسة تفيدهم في دينهم وفي حياتهم، ولا نفيدهم بأفلام إباحية؟ هو أفلام إباحية، هو الفيلم ده إباحي، عشان ما حدش يقول لك احنا الفيلم ده مش إباحي، لا الفيلم ده إباحي. الفيلم ده كل لفظ بيتقال فيه يعني ما بيتقالش إلا في كده، يا إما في المناطق اللي كده، لكن الفيلم ده يتقال على القناة على التلفزيون المصري بالطريقة دي ومن منى زكي ما ينفعش. الفيلم ده أول مشهد فيه الأستاذة الجميلة منى زكي قلعت البتاع، وقفت وقلعت البتاع، وقامت جايبة البتاع لفاه وحطاه في الشنطة. وقامت خارجة مع جوزها. هتاخد في نهاية القصة أو نهاية الفيديو دوت هيبين لك إن منى زكي متجوزة وعمك اياد ده هي مقرطصاه، ولما قلعت البتاع وحطته في الشنطه وقفلت الشنطه وخرجت مع عمك اياد اللي هو جوزها في الفيلم، في نهايه الفيديو بقى او في نهايه الفيلم والقصه دي بتبين لك ان الاستاذه الجميله منى زكي بتخونه، تخون اياد جوزها ده مع واحد على الفيسبوك، وما خطوره الفيسبوك. المهم يا عم، ده اول مشهد في الفيلم،
اللي قلعت البتاع حطته في الشنطة وخلعت مع جوزها، فيش مشكلة. المشهد التاني يا حبايب قلبي اللي هي قاعدين في قاعدة وبيقولوا هنلعب لعب، واصلا هم سبح الصحاب وكله على بعضه شباب وبنات وكلهم اسرة واحدة وكده كده الدنيا جميلة يعني. المهم قالك هنلعب لعبة، اللعبة جميلة، هنلعب ايه؟ قالك كل واحد يحط تلفونه قدامه و الرسالة او الرن او اي حاجة هتيجي على تلفون اي شخص، الشخص اللي صاحب التلفون هياخد الرسالة وهيقرأها بصوت عالي، يا اما لو حد بعت له ريكورد، يا اما لو حد بيرن عليه هيفتح المايك او السبيكر ويسمع لكل اللي قاعدين. قال لك قشطة والدنيا جميلة. ومهم عملوها لعبة كلنا سوا. لعبة شو؟ ماشي هيني بنحط تليفوناتنا كلنا على الطاولة، وشو ما بيجي تليفونات مساجات يا صايعة بنشوفهم وبنسمعهم كلنا. يا صايعة يا صايعة يا صايعة. الأول اللعبة كانت مضحكة ولطيفة، بس بعد كده بدأت اللعبة تسود شوية شوية وبدأ يبان أسرار كل واحد فيهم، وبدأت كمان الفضايح تتوالى. ايه ده؟ شوفي لا ما فيه هو ايه اللي برايم ده؟ احنا اللعبة مش كده. ما تجبرني هم ياخدوا بالقوة. اعملوا معروف الأمور ما فيكم تشوفوها. الضفدع تبعك عم دقلك بيقول لك خرا عليك. ايه؟ البهبل ولا ايه؟ لا. والدنيا فضلت جميل. جم في الاخر طبعا هي كانت بدأت بحاجة حلوة، اي حاجة بتبدي الحاجة الشمال بتبتدي بحلو وبتنتهي بحاجة وحشة. اللعبة في الاول كانت حلوة وحماسية والكلام ده ويضحكوا ويهزروا والكلام ده، جت في نهاية الفقرة او نهاية المشهد دوت الاستاذة منى زكي بتقرأ الرسالة وبتقول له ده بيقول، والمشكلة الطين ان فيه اب في الفيلم بنته بتكلمه بترن عليه بتقول له يا بابا انا هنام مع واحد صاحبه، يقوم يرد يقول لها ايه بقى الشملول، يقول لها اللي انت عاوزاه انت حرة بكل ديمقراطية بكل ادب، يقول لبنته نامي معاه ايه المشكلة في كده عادي جدا، صاحبها يقول لك عادي حرية شخصية يا عم، يقول لك يا عم انت حر ما لم تدار يا ولا يا واد يا صاي. عمك ايادنا السار بقى بيكتشف ان الصديق عمره ومعرفش الموقف ده اللي بعد 20 سنة، يعني الصديق عمره قاعد معه 20 سنة يكتشف ان هو، والله انت كنت وفرت عليا كتير قوي لو قلت لي انك جاي شاذ جنسيا. معلش انا عايزه هو اللي يجاوب، نمتوا مع بعض؟ ايه مريم انت بتقولي ايه؟ انت سامعه؟ والانكت من كده ان هو خده وعرفه على المدام وعرفه على الجماعه وايزي، ولا كان ولا الدموع ولا كان في اي حاجه، وعادي يا معلم انت ان كنت انت كده فعادي فانا كده وكده والدنيا ماشيه عادي وسلطبيطه. يعني شفت الفيلم، شفت القصة بتاعت الفيلم، ايه اللي انت ايه الشاهد اللي انت خدته من الفيلم او ايه الراوي اللي انت خدته من الفيلم؟ متفشخة دي اعيب من الاولانية. بيقول لك خرا عليك. ايه؟ ركزت على مشاهد معينة ليها خاصة وهي في غرفة الدريسنج روم. انا ممكن ابقى مع راجل، انت ممكن تتخيلي انا ابقى مع راجل. شفايف واشتقت لجيبك شفايفك. فيلم منى زكي طول الفيلم سكرانة عريانة بتتكلم في الجنس، بتتكلم في السفالة، بتتكلم في قلة الأدب. يا صايعة يا صايعة يا صايعة. صفار وجهه. ده طول الفيديو، طول الفيلم على كده. إياد نصار اللي هو جوزها أوراني طول الفيلم شغال على كده برضه، كله شغال في بعضه. الله ينور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خش على المشهد التاني. إيه المشهد التاني؟ المشهد التاني إن صديق منى زكي بتقول لها أنا عاوزة أعمل عملية تجميل على صدري، ومع العلم إن جوز صاحبة منى زكي دكتور تجميل. تقوم الاستاذه الجميله منى زكي تقول لها ايه بقى؟ تقول لها طيب هي عاوزه توديها عند دكتور تاني، ركزوا بقى، صاحبه منى زكي عاوزه تروح عند دكتور غير جوزها، هو جوزها دكتور تجميل، هي مش عاوزه تروح عند جوزها، عاوزه تروح عند حد تاني. تقوم منى زكي تقول لها ايه؟ تقول لها طب ما تخلي جوزك يعمل فرده والدكتور يعمل فرده تانيه، يعني بروح امها محسساني اللي هو دكتور ميكانيكي راجل صنايعي، انت فرد الكاوتش وانا فرد الكاوتش. ايه يا منمن؟ يا منمن ما ينفعش كده، الناس بقت اعصابها بايظه يا منمن، ده اللي متجوز 4 بيبص برضك لو متجوز 100، ما علينا مش موضوعنا. المهم الست منى زكي يعني شفت اللفظ
اللفظ ده ما ينفعش حد يقوله. هتقولي طب انت بتقوله ليه؟ هقولك احنا عاوزين نقضي على الناس دول. المهم يا عم الحاج تقولك انا عاوز اعمل فرده، خلي جوزك يعمل فرده والتاني يعمل فرده. طب دي لفظه تقوليها يا منى؟ دي لفظه تقوليها؟ ما ينفعش كده يا منى، انا بحبك وبحترم، كنت بحبك وبحترمك. المهم يا عم الحاج خلصنا من المشهد ده، نخش على المشهد اللي بعده. خلصنا من المشهد دوت، نخش على المشهد اللي بعده وهم قاعدين كلهم قاعده كلها سكر وهزار وفرفشه، واتكلموا مع ده واتكلموا على ده والكلام ده كله. صديق منى زكي يقول لها انا على طول بنام مع مراتي. اسمعوا بقى، صديق منى زكي فرحان وبيقول انا بنام مع مراتي. تقوم منى زكي مبسوطه مبسوطه ان صاحبها بينام مع مراته. تفل ان في اتنين متجوزين بيناموا مع بعض. ماشي، واللي قهرها ايه بقى ووجع لها قلبها ايه بقى؟ ان اياد نصار اللي هو جوز منى زكي ما نامش معاها بقاله يجي سنه. معاها هنا بيحاولوا يجيبوا بيبي، ان انت بتحتفل انهم بيناموا مع بعض. لا اشرب كيس اللي بيناموا مع بعضهم وبس. شفتوا بقى الغيره بتيجي من حته ليه؟ طب انت ليه يا صاحبي بتنام مع مراتك على زور، وجوزي اياد نصار ما بينامش معايا بقاله يجي سنه ولا سائل فيا؟ ما ترجع لنفسك بقى، تشوف نفسك يا منمن بقى، مش ممكن يكون انت اللي مقصره. الفيلم كله عباره عن كلام قبيح وكلام قلة أدب وكلام الواحد يتحرج يتفرج عليه أو يوري لحد. والله العظيم فيلم شبه إباحي. أنا مش بعمل كده عشان أنشر الفيديو أو أنشر الفيلم أو أجيب له مشاهدات، لا، الساقط عن الحق شيطان أخرس. في نهاية الفيديو يا ريت ننقي الحاجات اللي بنعملها. وانت يا منى ما انتش ممثله قليله مثلا، او انت مش ممثله صغيره اللي انت مثلا بتضحي عشان تعلي، لا انت ما شاء الله انت يعني الناس كلها عارفاها، فيعني بعد كده تختار حاجاتك، يعني ما عدتش بقى لازم لك الشهره والكلام ده، انت كده كده مشهوره. يعني واحد زي كريم عبد العزيز دلوقتي هو اللي بيختار مشاهده، محمد هنيدي هو اللي بيختار مشاهده. ليه؟ الناس دي عدت، الناس ديت عدت، مصطفى شعبان كل ده عدى، بقى هم اللي بيختاروا دلوقتي المشاهد بتاعتهم، لكن هم صغيرين اي مشهد بقى يا عم اعمل انا عاوز اعلى. يعني المهم رجع اللي انت فيها يا منى زكي وربنا يهديكي. والفيلم ده يا جماعه والله العظيم اقسم بالله من اكثر الفيديوهات او الافلام اللي جات السينما المصريه. بقول لك السينما المصريه نظيفه. نظيفه ايه يا عم؟ يلا ربنا يهديها وربنا يهديها. السلام عليكم.